السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي الكرام، اليوم لدي لكم موعد وصول تحديث وان يو اي 7 لهذه الهواتف بالكامل. كل هذا وأكثر سوف تشاهدونه إن شاء الله في هذا الفيديو بالتفاصيل. أتمنى منكم فقط دعم القناة بقوة عبر الضغط على زر الاشتراك والضغط على زر لايك فضلا وليس أمرا، وتابع الفيديو حتى النهاية. بينما ينشغل منافسوها الصينيون بإصدار تحديثات الأندرويد 15 مستقرة يمينا ويسارا، فإن سامسونج تتخلف عن الركب بشكل سيء. لم ترسل الشركة الكورية حتى الإصدار التجريبي الأول من الوان يو اي 7 المبني على أندرويد 15 إلى أي من أجهزتها، رغم أن 17 نوفمبر لقد فات. وهنا أعزائي الكرام، لدينا هنا في تحول حاد إلى الوراء مقارنة بإيقاع التحديث السريع للغاية على مدار السنوات القليلة الماضية. وقد ترددت شائعات عن حدوث ذلك لأن الشركة مشغولة بإجراء تغييرات من شأنها تمكين الوان يو اي 7 من أن تكون أفضل واجهة مستخدم واحدة على إطلاق. ولكن لا يزال على أي حال، إذا كنت تنتظر إصدار التجريبي الأول بفارغ الصبر أو البيتا، فقد تم اليوم تسريب الجدول الزمني لإصدار الوان يو اي 7. لذلك خلال الأسبوع الأول من شهر ديسمبر، من المفترض أننا سنحصل على الإصدار التجريبي الأول لسلسلة الجالكسي الاس 24، يليها الإصدار التجريبي لعائلة الاس 23 بعد حوالي 2 إلى 3 أسابيع من ذلك. يبدو أنه من غير الواضح ما إذا كانت أجهزة الجالكسي الاس 22 ستحصل على إصدار التجريبي هذا العام أم لا، في حين أن عائلة الاس 21 لن تكون بالتأكيد جزءا من البرنامج التجريبي. سيستمر البرنامج التجريبي نفسه لمدة شهرين تقريبا، ومن المتوقع أن يصدر إصدار المستقر النهائي في فبراير، وذلك بعد إطلاق سلسلة الجالكسي الاس 25، وذلك تماشيا مع اعتراف سامسونج بأن الوان يو اي 7 سيتم إطلاقه على عائلة الاس 25 ولن يكون على أي جهاز آخر قبل وصوله. ما رأيكم أعزائي الكرام في هذا الخبر وموعد وصول التحديث؟ شاركونا عبر التعليقات ولا تنسوا دعم القناة. دمتم سالمين، أحبكم، مع السلامة.